لماذا تحتضن أبو ظبي من يفتي بقتل جنود الشرعية التي جاء التحالف لدعمها كما يزعم؟ ألا تعتبر فتوى بن بريك دليلاً دامغاً على وقوفه شخصياً وراء اغتيال الدعاة والخطباء ورجال الدولة في عدن؟ أهلا بكم. تزامنا مع معارك أبيان، خرج نائب ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي هاني بن بريك بفتوى فهم منها أنه يحث فيها على قتل جنود الشرعية التي يقول إن رئيسها هو ولي أمره. بن بريك بعد أن كان قد نفى صلته بالسلفية فجأة تذكر أنه شيخ وأن لديه إجازات شرعية كما يستنكر كثيرون. الأمر خطير برأي مراقبين، وتتجاوز خطورته الشأن العسكري إلى عمق النسيج الاجتماعي في الجنوب اليمني، إذ أن من يقاتل في صفوف الشرعية في معركة أبيان هم في الغالب من أبناء قبائل محافظات الجنوبية. هذا الخطاب أيضا يتشابه تماما مع خطاب القاعدة والحوثي الذي يستخدم لتبرير سباحة الدماء واستخدام الدين لشرعنة ممارسات الجماعتين. بالتالي ما خيارات الشرعية للتصدي لمثل هذا الخطاب؟ ما الآثار التي ستنعكس بتوجيه مثل هكذا خطاب في المحافظات الجنوبية؟ وما حقيقة الموقف السعودي من رعاية أبو ظبي لهذا الخطاب الموصوف بالإرهابي التفكيكي؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءه؟ لكن من جديد يعود نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا هاني بن بريك إلى الواجهة، ولكن هذه المرة من باب الفتية لا من باب السياسة كما اعتاد تقديم نفسه منذ تسلمه مهام قيادة المجلس. عاد بن بريك لسيرته الأولى كشيخ سلفي متطرف، وتذكر قدرته على الفتوى وفقا لإجازات من مشايخه، وأفتى بقتل جنود الشرعية التي يزعم أن رئيسها ولي أمره الشرعي. الأمر يتعدى صاحب الفتوى إلى أبو ظبي المستضيفة له، والتي صارت بشكل واضح تتبنى توظيف الخطاب الديني على طريقة داعش وميليشيا الحوثي. هذه الفتوى دفعت مراقبين للتأكيد على دور بن بريك في سقوط العديد من ضحايا الاغتيالات من الدعاة وأئمة المساجد وضباط الدولة في عدن وغيرها، خصوصا وأن هناك وثائق تحقيقات أمنية أشارت لذلك في وقت سابق. متابعون حذروا أن مثل هذا الخطاب يتجاوز البعد السياسي ليمثل خطراً جديداً يضرب التماسك الديمغرافي لسكان المحافظات الجنوبية التي ينتمي لها غالب منتسبي قوات الشرعية المشاركين في المواجهات الدائرة بين قوات الانتقال والحكومة في أبيان. لم تكن فتوى بن بريك وحيدة، فقد تزامنت مع صدور فتاوى مشابهة من رجلي دين آخرين موالين للمجلس الانتقالي، بالإضافة إلى تصريحات مناطقية من قيادات عسكرية وسياسية تابعة للمجلس، وهو ما يعني دخول المجلس المدعوم من أبو ظبي مرحلة جديدة لن تقف فيها الحرب عند الحدود القائمة. في الأثناء لا يزال التساؤل قائما حول موقف التحالف ممثلا بقيادته السعودية من مثل هذا الخطاب الذي ترعاه أبو ظبي ويستهدف الشرعية التي يزعم التحالف أنه جاء لدعمها. وما إذا كان التحالف برمته هو من يقف وراء هذه اللعبة التي تستهدف عمق النسيج اليمني في سياق مشروع تفكيك اليمن الجاري الآن؟ أجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر السكايب الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد العزيز المجيدي. أرحب بك سيد عبد العزيز وخواتم مباركة. اهلا وسهلا اخي بقي، وكل عام وانتم بخير والساده المشاهدين. حياكم الله. اذا سيد المجيدي، يعني هاني بن بريك بن عطاف وغيرهم يطلقون فتاوى يفهم منها انها تريد قتل افراد، او فتاوى بقتل افراد الجيش الوطني. ما يعني كيف تنظر الى هذه الفتاوى بدايه؟ أهمية ما صدر عن هاني بن بريك تحديدا هو أنه هناك ثلاث اعتبارات أعتقد يجب أن تؤخذ في الحسبان. أولا المكان الذي يتواجد فيه بن بريك، ثانيا شخصية بن بريك المتحولة، والثالث أيضا موقعه في المجلس الانتقالي الجنوبي.
الرجل عندما أطلق هذه الفتوى هو بالتأكيد موجود بجوار محمد بن زايد في الإمارات، وبالتالي هذا الموقف يمثل إلى حد كبير موقف الإمارات المتبني للتنظيمات المتطرفة، وأيضا الفتاوى الدينية التي تقوم بعملية التكفير لكل من يخالف هذه التنظيمات. بنفس الوقت أيضا تقوم على مسألة استغلال الدين لتحقيق أغراض ومصالح سياسية، سيما أن هذه المسألة تأتي بالتزامن أيضا مع النكبات إذا صح المسمى تتعرض لها الإمارات في عديد مناطق في الجغرافيا العربية، وبالتالي قد يتم توصل مثل هذه الفتوى بإنجاز ربما تحشيد عسكري سياسي من نوع ما في مناطق المحافظات الجنوبية، سيما أن الأمر يحدث بالتزامن مع مواجهات عسكرية عنيفة في محافظة أبين. بنفس الوقت هاني بن بوريك رجل جدلي وإشكالي، رجل متحول بدأ حياته متطرفا في محاضن سلفية، وهذه المحاضن بالعادة كانت عبارة عن أماكن خصبة لاختراقات الأجهزة الأمنية في الغالب وأيضا للتنظيمات المتطرفة، وبالتالي هذا الرجل قدم من هذه المحاضن وفي تاريخه وسجله الكثير. نحن لا نعلم الكثير عن حياته الشخصية وعن سيرته خلال الفترات الماضية باستثناء ما نشرته قناة الحرة الأمريكية، وهي قناة ممولة من جهاز الاستخبارات الأمريكية، وبالتأكيد هي تعني تماما ماذا ما تعرف عن هاني بن بوريك. رجل شارك في القتال في أفغانستان، كان له دور وضلوع في كثير من الأعمال الإرهابية في المحافظات الجنوبية، قبض عليه بتهمة صناعة متفجرات وأحزمة ناسفة مع أنصار الشريعة في عدن. بنفس الوقت أيضا العلاقة الملتبسة بين هذا التنظيم الإرهابي وأيضا بين أجهزة النظام السابق تلقي بظلالها على ما يحدث الآن. مجرد اختيار هاني بن بوريك من قبل الإمارات تعمدها لاستخدام هذا العنصر بالتحديد منذ بداية الحرب يؤكد بأن هناك شكل من أشكال التشارك في المعلومات بين جهاز النظام السابق وأيضا بين الإمارات في التعامل مع هذه العناصر واستخدامها وتوظيفها أيضا في إطار حربها الخاصة المتعلقة بالاستحواذ والسيطرة على مناطق نفوذ، وبالتالي أيضا صراعات طويلة أمد وأيضا حروب طويلة منهكة في الخارطة الجنوبية تحديدا، سيما أننا نعرف بأن الإمارات العربية المتحدة لها أطماع واضحة في تلك المناطق، وبالتالي من مصلحتها أن يعني تشتعل صراعات طويلة وبنفس الوقت أيضا تنتشر العناصر الإرهابية والمتطرفة. وهناك الكثير من المعطيات التي تتحدث عن علاقة وضلوع كبير الإمارات في التعامل مع هذه التنظيمات منذ بداية الحرب. هذه المعلومات والمعطيات أيضا لم تصدر مثلا عن جهة مناوئة للإمارات، بل صدرت عن وكالة صحفية أمريكية كبرى تنتمي لبلد هو حليف كبير للإمارات العربية المتحدة، وبالتالي هذا الإفصاح عن هذا الجانب يؤكد على مسألة أن هناك شكل من أشكال التواطؤ والتوظيف ولمصالح متبادله بين الاطراف المختلفه بتوظيف ورقه القاعده. الجانب الاخر المتعلق بموقع هاني بن بوريك في المجلس الانتقالي الجنوبي وتعمد الامارات وضع هذا الرجل في ذلك الموقع، سيما وان المجلس الانتقالي الجنوبي يزعم بانه يتصدى ما يسمى بالمطالب الجنوبية المتعلقة بفك الارتباط، وهو يستثمر أيضا في الرصيد المتعاظم للحراك الجنوبي السلمي الذي كان يطالب بمجموعة مطالب متعلقة بالإقصاءات للجيش والأفراد والمتقاعدين وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك أن تحولت المسألة إلى مطالب بالانفصال، ويعني هذا الأمر الآن من خلال المجلس الانتقالي يبدو كما لو كان شكل من أشكال سحب البساط عن العناصر نقول المرنة داخل المجلس الانتقالي الجنوبي لمصلحة التيار المتطرف والمتشدد الذي لم يكن له صلة على الإطلاق أيضا بالبداية الأولى للحراك الجنوبي، وإنما كان عبارة عن مستثمر ومستغل لهذه الحركة الشعبية الواسعة، وبالتالي الآن يقتاد هذا المجلس باتجاه صراعات. أعتقد بأن كثير من قيادة المجلس ربما يكونوا مستائين إلى حد كبير من هذا التغول. طيب في هذا السياق دعنا نسأل، يعني في هذه النقطة تحديدا سيد المجيدي، في هذه النقطة تحديدا حول موقف المجلس من هذه الفتوى، هذا الإعلان الذي
قام به نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك. دعنا نشرك معنا في الحوار نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي سيد منصور صالح الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. أرحب بك سيد صالح. إذا ما هو موقف المجلس من التغريدة أو الفتوى التي أطلقها نائب رئيس المجلس فيما يتعلق ب الحديث على قتل جنود الإخوانج كما يسميهم؟ يعني هناك من قال أنها فتوى تحريضية أيضا، وهو يعني النص يقول أفتيت كل جنوبي، أفتيت أن كل إخوانجي وغيرهم من المرتزقة المشاركين في العدوان على الجنوب دمهم دم حناش إلا المستسلم. ما هو موقف المجلس الانتقالي من هذه التغريدات؟ مساء الخير عليك أخي وجي وعلى ضيفك الكريم وعلى السادة المشاهدين خواتم مباركة، ونستهزها مناسبة لتهنئة أبناء شعبنا بانتصار 27 من رمضان وتحرير مدينة عدن، كما نهنئ أيضا بذكرى إعلان فك الارتباط الذي أعلنها الرئيس القائد علي سالم البيض في 21 مايو العام 94. ما يتعلق بهذه الفتوى هي ليست بجديد، وهي كما قلت أنت تغريدة، وهي ليست بغريبة أيضا، لأنه هذا أمر طبيعي وتلقائي. فكل معتد وكل غاز وكل آثم وكل قاتل وكل من يحاول أن يمد يده إلى أرضنا الطاهرة، فكما قال شيخنا وقائدنا وأستاذنا ومعلمنا المناضل الكبير الأستاذ هاني علي بن بريك، دمه دم حنش، بل هو أكثر من ذلك، ولن يقف في أرض الجنوب إلا نار حمراء ستحرقه وتلتهم كل من له أطماع في أرضنا. لذلك هي المجلس الانتقالي الجنوبي هو قوة سياسية متماسكة، وموقفه موقف واضح من جهة قضية شعب الجنوب والدفاع عنه، هو القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي وقواتنا المسلحة الباسلة تحمل ذات القناعة وذات الإيمان الراسخ بأنه كل معتدي وكل غازل لأرضنا لن يقابل إلا بما ينبغي أن يقابل به، وهذا أمر طبيعي عرفا وقانونا وأخلاقا، وحتى من حيث التربية، وهي كما قال الأستاذ هاني بن بريك حتى لدى الملحدين المعتدي والغازي دائما مصيرهم أو ينظر إليهم على أنه قتلهم أمر مطلوب ومشروع، وكذلك من يقتل في سبيل دفاعا عن عرضه وعن ماله وعن عرضه فهو شهيد دون شك. الأستاذ هاني علي بن بريك أو الشيخ هاني، وهو شيخ وله حق الفتوى ومأذون له من قبل كبار علماء المملكة العربية السعودية بالفتوى، لم يفتي لقتل مواطن، ولم يفتي بقتل حتى جنود الجيش المرابطين في الجبهات الأخرى، إنما هو تحدث عن المعتدين على الجنوب، وطبيعي هذا أمر طبيعي وتلقائي بأنه أي معتدي لا بد أن ينظر إليه على أنه دمه دم مباح على أرضنا. يعني هذه التغريدة جاءت بطلب من المجلس الانتقالي أم بالتوافق، أم أنها يعني تتوافق مع السياسات التي يريد أن يمشي عليها المجلس الانتقالي من استخدام ورقة دينية في التعاطي مع القضايا السياسية؟ هي كما قلت أنت هي تغريدة، ولكنها لا تتعارض مع قناعات الشارع وقناعات قواتنا المسلحة وقناعات السياسيين وقناعات المناضلين. هذه قناعة بأنه أي معتدي، ليس علينا فقط نحن ننظر لهذه المسألة، كل مدافع عن أرضه يمتلك الحق بأن يستخدم كل الوسائل، وكل آثم وكل معتدي وكل غازي ينبغي أن يجابه بهذا. لكن ما نستغرب له نحن أن تفعل تغريدة الشيخ هاني في وسائل إعلام الإخوان وفي منظوماتهم السياسية كل هذا الفعل، وهي مجرد تغريدة، فيما نحن في الجنوب نتعرض منذ بداية الوحدة لأبشع أنواع التكفير والتخوين وإباحة دمائنا منذ عام 90، وقبل الوحدة كان علماء الإخوان المسلمين يرفضون حتى الوحدة مع
الحزب الاشتراكي اليمني بحجه انهم كفره ومن جديد، وبعد الوحده بدات عمليه اغتيالات تحت ذات السبب، ثم بعد الحرب تم اجتياحنا وافتى عبد الوهاب القيادي الاخواني عبد الوهاب الديلمي بجواز قتل ابناء عدن وابناء الجنوب لانه الجيش الجنوبي الكافر يحتمي بهم، ثم جاء صعفر وجاء غيره ليبدو ايضا بعد ذلك بانه عند ظهور الحراك الجنوبي باننا شيعه، ثم جاءوا في عام 2015 ايضا وافتوا باننا قاعده ودواعش، واليوم ايضا يفتون ولم يسلم الجنوبيون من كل انواع التنكيل وانواع التكفير وانواع اباحه دمائهم حتى طيب سنستعرض او سندخل في هذا المنطلق او في هذه المقارنه التي اشرت اليها لاحقا، لكن لم يحرك ستبقى معي استاذ منصور، ستبقى معي السيد صالح فيما يتعلق بالنقاط التي طرحها السيد منصور صالح استاذ عبد العزيز المجيدي. يعني الرجل يقول ان يعني الفتوى مساله طبيعيه، كل معتدي على الجنوب من المرتزقه كما يقول، سواء كان كما تقول التغريده اخوانجي او ديلي من القاعده او الدواعش، دمه دم يعني مقتول منهم الى جهنم، والمقتول منا مدافع عن وطنه وعرضه وبيته وماله فهو شهيد. يعني الرجل يقول ان هذه المساله موجوده في كل الاعراف والقوانين، مساله الدفاع عن النفس ومساله الاعتداء. اين الاشكاليه من وجهه نظرك؟ هناك تكتيكات يتبعها المجلس الانتقالي ومن خلفه الامارات تتعلق بوصم الطرف الاخر بتهم سبق ان تم استخدامها من قبل التحالف ميليشيا الحوثي وصالح. عندما شنت ميليشيا الحوثي وصالح الحرب على اليمنيين بشكل عام، كانت اولا اعلنت التعبئه وما سمته الجهاد، ثم بعد ذلك وفي نفس الآن أيضا استخدمت ما يسمى لافتة داعش ومواجهة ما يسمى القاعدة والتكفيري. هذا التكتيك أيضا يتم استخدامه الآن بشكل آخر، ربما تبادل يعني خبرات بين الطرفين، يتم استخدامه لمواجهة السلطة الشرعية. إذا كانت الإمارات العربية المتحدة أصلا قدمت إلى اليمن بدعوى ومزاعم مساندة الشرعية، والمجلس الانتقالي نفسه بكل قياداته يتحدثون عن أن رئيسهم الشرعي هو عبد ربه منصور هادي هو من أعطى الأوامر لهذه القوات العسكرية الجنوبية المرابطة في أبيان وفي شبوة بمواجهة التمرد قوات المجلس الانتقالي. إذا كان عبد ربه منصور هادي هو إخواني وداعشي، فهم الداعي أيضا لاستخدام شرعيته والادعاء بأنهم أيضا يواجهون شرعية يواجهون الدواعش كما يقولون والإخوان. يعني هذه عبارة عن نكتة سميقة يراد منها فقط تضليل العوام وأيضا المغالطة من أجل إخفاء الأهداف الحقيقية وراء المشكلة. يعني ما حدث هو اكترار لنفس الفكرة ونفس الشغل الذي تم في صنعاء من خلال الدفع باتجاه عسكرة واستخدام العنف والسلاح للسيطرة على السلطة العسكرية كما حدث في 10 أغسطس 2019، وبالتالي ما يجري الآن هو تتويج لهذا الانقلاب الذي جرى مع استخدام لنفس الكليشيهات التي استخدمتها ميليشيا الحوثي وصالح عندما قوضت الشرعية وأدخلت البلاد هذا النفق الكبير من الحرب. يعني علينا أن نعود أيضا لنفس المبررات التي استخدمها هاني من بوريك في الانقلاب في 10 أغسطس، وهم يتحدثون عن عملية يعني هي تزامنت مع مجموعة إجراءات أيضا كانت لافتة تشير ايضا الى شكل من اشكال الاستخدام والتوظيف. يعني في يوم الانقلاب بشكل مباشر يعني حصل تفجير انتحاري في قسم شرطه في عدن، ثم هجوم على قوات عسكريه في خنفر في ابيان، ثم بعد ذلك تاليا حصل هجوم على معسكر وقوات في ابو اليمامه، وقتل ابو اليمامه، وابو اليمامه كان يستخدم بحسب روايه موقع اماراتي كان يستخدم قمر كان يستخدم جهاز اتصالات مرتبط بأقمار صناعية، ومعروف بأن جميع قيادات الانتقال مزودة بأجهزة اتصالات من قبل القوات الإماراتية، وبالتالي عملية القتل التي تمت ربما كانت في إطار هذا السياق من أجل استخدامها لاحقا في الذهاب باتجاه الانقلاب. يا سيدي الكريم، إذا كانوا هؤلاء ليسوا جنوبيين، فمن هو القفيش الذي
امسكت به ميليشيات المجلس الانتقالي في أبيان والقبيش، لم يكن يدافع عن صنعاء ولا عن دمار ولا عن تعز، كان يقاتل في ارضه في أبيان، وبالتالي ألقي القبض عليه وهو يواجه الميليشيات التي سيطرت على منطقته. ومعروف بأن القوات التي سيطرت على أبيان هي قوات أيضا قادمة من مناطق أخرى من المحافظات الجنوبية، وهي تستخدم ميراث صراع سيء مناطقي، وأيضا يستثير بعض النعرات القديمة التي يتم توظيفها الآن، وهو استخدام يؤكد تماما بضلوع أجهزة مخابرات في المسألة، سيما أن الطرف الذي يقاتل الشرعية هو طرف مسنود ومدعوم من دولة الإمارات، وهذه الدولة تستخدم كل الخبرات البريطانية القديمة في التعامل مع الخارطة الديموغرافية الجنوبية من حيث التفكيك وبناء التشكيلات، وأيضا إذكاء النزعات والثارات المناطقية والقروية، وبالتالي الآن يتم فقط منح هذه الصيغة صبغة دينية في توظيف، يعني يؤكد أيضا على مسألة الاستغلال للافتة الدينية، وأيضا استخدام كل الأوراق القذرة في الصراع السياسي، ما يجعل أو ما يدعو لي اليمنيين المفترض أنه أن هذا الأمر يشعرهم بخطورة ما يجري وخطورة الدور الذي تمارسه دولة تحت غطاء تحالف بإسناد الإرهاب وممارسة الإرهاب والتكفير والتخويل لليمنيين، ومع صمت يعني مثير للاستغراب من قبل السلطة الشرعية، وأيضا ومن قبل أيضا قائدة التحالف المملكة العربية السعودية التي غرد الكثير من قياداتها أو من ناشطيها وكتابها، وهم ينشرون صور لهاني بن بوريك ويتحدثون عنه باعتباره هنا عنصر للقاعدة وداعش. لا ندري إذا كان هناك شكل من أشكال تبادل الأدوار بين الطرفين فيما يتعلق بإذكاء الصراع في الجنوب، وبالتالي محاولة إعادة الصراع إلى ما كان عليه في المناطق السابقة، وبالتالي تقاسم النفوذ داخل هذه المناطق كما هو واضح من خلال الخارطة، ومن خلال أيضا التحريك السياسي للملف الجنوبي. لاحظنا بأن المملكة العربية السعودية صمتت صمت كامل خلال الفترات الماضية باستثناء بعض التصريحات الطفيفة لبعض المسؤولين، وهي تصريحات خجولة لا طيب تذهب باتجاه. سنعود إلى هذه النقطة، يعني محور الموقف الإقليمي سيد المجيدي، سنعود إلى موقف المحور الإقليمي من ذلك، لكن قبل ذلك دعني أعود إلى السيد منصور صالح فيما يتعلق بنقطة أن يعني إذا كان الحديث، أنت أشرت قبل قليل إلى منتشر حينها من فتوى يعني يقال أنها تبيح قتل الجنوبيين بعد 94، إذا هل صحيح في حال صحت هذه الفتوى أن تجابه بذات المنطق باستخدام الدين، باستخدام الخطاب الديني، وباستخدام تكفير الآخر يعني والإرهاب ضده؟ هل صحيح هذا المنطق في سياق ما يعني تقولون أنه مطالب حقه لشعب المحافظات الجنوبية في اليمن؟ اول الفتوى السابقه لم تكن في ما بعد 94، انما كانت اثناء الحرب، وهي لم تفتي ايضا بقتل الجنود الجنوبيين بقدر ما افتت بقتل كل شعب الجنوب، وقالها الديني بوضوح، لا ضير بان يقتل المواطنون في عدن طالما احتمى فيهم الجنود الحدود او جنود الحزب الاشتراكي، هذا واحد. ثانيا، لم يتم التوظيف السياسي للدين، فهذه ليست من عادات او من ثقافتنا السياسيه في مساله الصراعات والحروب، هذه معروف بانها ثقافه خاصه ومحتكره باسم جماعه الاخوان وباسم القوى السياسيه واحزاب الشمال. في تغريده لهاني بن بريك سيد منصور صالح يقول لابد نتكلم باسم الاسلام، هو يقول ذلك في المسألة هناك، وهذه ربما مسألة تحسب لأخونا وقائدنا الأستاذ هاني علي بن بريك، بأنه كل التغريدة منه تجعل جماعات الإخوان وتجعل القوى الاحتلال تنتفض وتظل لأشهر والأيام وهي تهدي وتفسر وتحلل وتدور تبحث عن معاني وتأويلات لكل كلمة يقولها فيما يتعلق. هي في الأخير
يعني أنت تقول الآن أنه ليس من الطبيعي استخدام الدين في الخطاب السياسي وفي في مصلحة القضايا السياسية، لكن هاني بن بريك يقول لابد أن نتكلم باسم الإسلام، إذن لابد من استخدام تجيش ديني. يعني هناك تناقض ما بين أهدافك أنت كأحد أعضاء المجلس الانتقالي وأهداف عضو آخر أو طريقة أو وسيلة عضو آخر، كيف يفهم هذا التناقض؟ في الأخير نحن يجمعنا هدف استعادة دولة الجنوب، و الشيخ هاني رجل سياسي محنك ورجل دين درس الدين على اكبر في اكبر مدارس العلم وعلى اكبر رجال العلم في المملكه العربيه السعوديه لاكثر من 30 عام، بالتالي هو يدرك ما يقول ويعي ما يقول، ولا استطيع ان اتحدث في شان كهذا، لكن هو ايضا يدرك بانه قوى الشمال وجماعه الاخوان باتت تستخدم الدين في كل شيء، في الحرب على الجنوب، في اداره الشارع، في التحريض على الجنوب، لم يثبت ساسه الشمال ولم يثبت رجال الدين لحظه ولم يتوالوا لحظه في استخدام الدين في حروبهم وفي تعزيز وتعميق ما يسمونهم بالوحده اليمنيه، وفي تكثير وتسفيه خطابنا السياسي، وفي اعتبار انه مطالبتنا ورفضنا للظلم والضيم والقهر الذي يلحق بنا لانه يعد خروج عن طاعه ولي الامر، كل هذه الامور استخدمت ضدنا. ولذلك الشيخ هاري يدرك جيدا الطريقه التي يتعامل معها بها مع هذه الجماعات ومع هذه الاحزاب، ولذلك نلمسها جيدا دائما بعد كل تغريده يكتبها وهو يضع رجل على رجل ويضحك، تنتفض وسائل اعلام الاخوان وقنواتهم ورجالهم وناشطيهم ومطابخهم الاعلاميه لتفسر وتتباكى وتحاول ان تبحث عن 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 مطلبه او عن خطا لاستخدامه ضد الجنوب والجنوبيون. وانا افهم منك الان انه ليس لديك مشكله في استخدام الدين في السياق السياسي، لكن ساعود اليك سيد صالح. قبل ذلك أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من عدن، أيضا نائب رئيس المكتب السياسي للمجلس الحراك الثوري سيد مدرم أبو سراج. أهلا بك سيد أبو سراج. في أي سياق تضع الفتاوى التي ظهرت مؤخرا سواء من هاني بن بريك أو من غيره، جمال بن عطاف أو غيره، التي يدعوان من خلالها لما يفهم منه على الأقل أنه استباحة دماء الجيش الوطني، يفهم منه على الأقل؟ بالنسبة لنا في الحراك الجنوبي منذ وقت مبكر تم تشكيل الهيئة الشرعية والإفتاء وهي برئاسة الشيخ حسين بن شعيب تلقى الله أسره، وهو الآن تحت الإقامة الجبرية في السعودية، تم سحب منه الجواز من فترة طويلة أعتقد من بعد الحرب ولمنعه من العودة للجنوب وممارسة مهامه. وخلال الفترة الماضية ظل ما يسمى الشيخ هاني بن بريك يعني معول الهدم للحراك الجنوبي والجنوبيين. السادة كان من خارج الحراك الجنوبي، ومن ثم بعد إقالتهم من قبل الرئيسة الشرعية تم تشكيل مجلس يسمى المجلس الانتقالي، ويمارس الآن الهدم من داخل الجنوب. وأي فتوى نحن في الحراك الجنوبي، أي فتوى تبيح بقتل الجنوبي للجنوبي أو الجنوبي اليمني أو الجنوب اليهودي وأيا كان من هذه جنسياته، فذاك مرفوض بالنسبة لنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم حينما أشار على الكعبة المشرفة وهي بيت عتيق معظم عند الله وعند المسلمين، قال أن تدك هذه حجرا حجرا خير من إراقة ذم مسلمين. ذم مسلم، فما بالك بالمسلمين. وقد مارس إجرامه الشيخ ما يسمى الشيخ هاني بن بريك بقتل كثير من دعاة وأئمة وشيوخ عدن، وعلى رأسهم الشهيد الشيخ الراوي وغيره من الأئمة، وأولئك الأئمة تم قتلهم واستباحة دماءهم بدون فتوى، لأنه كان يرى فيهم وجودهم حجرة عاثرة أمام وصوله لأهدافه الدنيوية. فقد ترقى الشيخ ما يسمى الشيخ هاني بن بريك من جبهة ما تسمى جبهة التجاه لتوزيعها في الجبهات إلى جانب الآن يقف على الأريكة بجانب محمد بن زايد، فذلك سيفتي أي إفتاء. فقد وردت في سورة البقرة وقد وردت في سورة البقرة وأشار عليها جل في علاه في معنى الآية إلا ما أوصى، ف
فألم تر الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فهو كالكلب إن تتركه يلهث وإن تحمل عليه يلهث. وأولئك العلماء الذين يفسدون في الأرض كانوا من سالف الأزمان وقد وردوا حتى في كتاب الله، ولكن في عصرنا الحديث والعصور الماضية شاهدنا علماء السلطة وعلماء السلطة كانوا في من يعطيهم المبررات خوفا من بطش السلطان، خوفا من السجون، خوفا من التعذيب، كانوا يفتون لأشياء خارج النص الشرعي. ولكن أن يأتي إفتاء شيطاني ليس يعني من أجل السلطة للحاكم أو من أجل السلطة، بل إنه تبوأ ما فشل، بل إنهم نجحوا ما فشل به إبليس، ما فشل به الاستعمار المختلف الأديان الذي اجتاح بلادنا واجتاح العالم العربي والعالم الإسلامي من خلال هؤلاء الأفراد ليصلوا لأهداف دنيوية آنية، يبيحون دماء المسلمين بأي حق بأي شرع بأي دين، جميعهم يجرمون. يعني هم يقولون، هو السيد منصور صالح قبل قليل قال إن هذه الفتوى هي تخص من يعتدي على الجنوبيين وعلى أراضيهم، ما رأيك؟ الحاصل الآن ونحن في الحراك الجنوبي ونحن أصل الحراك الجنوبي ومن قدم تضحيات، نقول بالفم المليان الحاصل الآن هو صراع واقتتال جنوبي، دخلت أدوات أخرى شمالية كطارق عفاش أو هناك يقولوا في الجانب الآخر التدخل الأخوات، ولكن هي العملية صراع جنوبي. الصراع ليس صراع شمالي جنوبي، بل هو صراع جنوبي بتغذية خليجية إما بين قوسين إماراتية سعودية لأدوات الجنوبيين. هؤلاء لا يمثلون إرادة الجنوبيين، الجنوبيين فقد أقسموا قسم اليمين في رفان دم الجنوبي على الجنوبي حرام. أيأتي الآن هاني ما يسمى هاني بن بريك يحلل لقتل الجنوبي؟ اتقوا الله في نفسه. صراع جنوبي بتغذية إقليمية. أنقل هذه النقطة إليك سيد المجيدي، وأنت قد أشرت قبل قليل إلى مسألة السعودية والإمارات. يقول السيد مدرم أبو سراج إن الصراع جنوبي تغذيه دول إقليمية، ما رأيك؟ هناك نقطة رئيسية أعتقد قبل الإشارة إليها في فتوى بن بوريك، تحدث عن أن الورقة الدينية يجب أن تستخدم بشكل صريح أمام ما سماها الإخوانج، ويعني هو بالتأكيد يتحدث عن الشرعية اليمنية. وكما قال منصور صالح هو أصلا لا يغرد ويضع رجلا على رجل، وهو مسترخي في جانب محمد بن زايد في الإمارات، ومن سيدفع الثمن هم المواطنين الجنوبيين الذين يواجهون بعض في تلك المناطق بسبب أطماع الإمارات تحديدا. المشكلة الكبيرة أيضا في الفتوى، وهي جزءا تضمن أيضا الفتوى، ويتحدث عن أنه منح أيضا الإجازة بالقتل لترامب وبوتين، وضمنيا هو طبعا كان يمنح الإجازة طبعا للإمارات بقتل اليمنيين، لأن حصل خلال الفترات الماضية بالمحافظة الجنوبية تصفيات واسعة وكبيرة لشخصيات مقاومة ودعاة وأئمة مساجد وناس كان لهم أيضا وجهات نظر فيما يتعلق بالسلوك الإماراتي. بنفس الوقت هذا الأمر كان له نسخة أخرى أيضا في تعز، وتم تصفية واغتيال أكثر من 300 ضابط وجندي في تعز، وتم استخدام نفس الأدوات وبنفس الشخصية ربما المناظرة لهاني بن بوريك متمثلة في أبو العباس. ما يتعلق بالدور الإماراتي السعودي في المسألة، هي المسألة تبدو واضحة وباينة إلى حد كبير. الإمارات مندفعة بشكل واضح وصريح خلف المجلس الانتقالي، والمجلس الانتقالي ليس سوى صدى للإرادة الإماراتية التي قررت الانقلاب على سلطة شرعية في أغسطس 2019، ثم بعد ذلك أعلنت الإدارة الذاتية ورفض تطبيق اتفاق الرياض، رغم أنها كانت تظهر بأنها موافقة على توقيع الاتفاق، لكن كان على ما يبدو فقط لشراء المزيد من الوقت والمزيد من الترتيبات والدفع بقوات وتعزيزات وأسلحة. الإمارات تبدو قلقة واضحة بشكل صريح في الاندفاع خلف المجلس الانتقالي، ولديها أهدافها يجب أن تنجزها ولا أن تتخلى بسهولة عن ما تعتقد أنها أهداف حققتها من خلال الوجود تحت غطاء التحالف
بنفس الوقت المملكة العربية السعودية ربما واجهت شكل من أشكال الإهانة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي تدرك بأن هذه الإهانات تقف خلفها الإمارات وبعض الإساءات التي صدرت عن قيادات المجلس، وبالتالي ربما أعطت ضوءا أخضر من تحت الطاولة للقوات الحكوميه ببدء معركه او مواجهه المجلس تعنت المجلس الانتقالي. لكن بالتاكيد يعني هو اليوم بالاشاره الى ذلك، اليوم اعلن المجلس الانتقالي الى ان قياداته صريحه بالصراع، الى ان عدد من قياداته ذهبوا الى الرياض بدعوه من ولي العهد السعودي. الصراع المسلح بالتاكيد هدفه الاساسي مع طبعا التحفظ السعودي الواضح حيال المعركه، لان السعوديه لا تبدو بانها قادره على اشهار حضورها خلف هذه المعركه، وايضا ربما تخشى من اوراق معينه تمتلكها الامارات بالتعامل مع المشهد كما ينبغي، ورغم انها يفترض ان تكون اكثر وضوحا وصراحه لانها في النهايه هي المعنيه بمسانده الشرعيه التي جاءت من اجلها، وبالتالي استخدم الصراع بشكل او باخر من اجل محاوله اعاده ربما تعديل الاتفاق، سيما ان كان هناك وجهة نظر ربما لمجموعة الأزمات الدولية، نشر قبل المعركة بأسبوع أو 10 أيام، كان يتحدث عن أن تطبيق اتفاق الرياض يبدو إلى حد كبير مستحيل، واقترحت بأنه من المهم العمل على إجراء تعديلات في الاتفاق تساعد على طبعا التراجع عن كثير من النقاط سيما المتعلقة بدمج القوات العسكرية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وهو ما يؤسس لكنتونات ومناطق تقع تحت سيطرة ميليشيات وقوات عسكرية بطريقة تتصادم مع فكرة استعادة الشرعية تماما وتؤسس الصراعات طويلة الأمد. هي تخدم بالتأكيد الأطراف الخارجية المتصارعة، وتخدم أيضا أهداف أخرى تتعلق بصراع دولي على المنطقة سيما مع فيما يخص التوظيف المشاريع الخاصة بالصين وما يعرف بمشروع الحزام الطريق. فيما يخص التوظيف، دعني أسأل سيد منصور صالح بسؤال أخير. سيد منصور صالح، يعني هناك كثيرين يتحدثون أن الإمارات الآن تستخدم المجلس الانتقالي، تستخدم هذه القضية الوطنية التي أو القضية التي كانت موجودة لدى الحراك الجنوبي والمطالب الحقوقية الحقة التي كانت موجودة في سياق تنفيذ مصالحها. وهناك مؤشرات من خلال يعني من يؤيد وجهة النظر هذه، لديه مؤشرات تقول أن وجود قيادات المجلس الانتقالي هناك يؤكد ذلك. خروج هذه الفتوى من أبو ظبي وليس من مكان آخر، وهذه التغريدات من أبو ظبي وليس من مكان آخر يؤكد هذه المسألة. ألا تخشون من مسألة استخدام الإمارات لكم أو للمجلس الانتقالي في تحقيق مآربها هي؟ يا سيدي، الحراك الجنوبي أو القضية الجنوبية، قضية شعب الجنوب، هي بدأت منذ العام 93 مع بدء عمليات الانقلاب على الوحدة وتنفيذ عمليات اغتيالات واسعة نفذتها جماعات فرق ولحزب الإصلاح التخلص من كوادر الجنوب، ثم شنت الحرب واحتل الجنوب في 7 يوليو من العام 94، وفي 21 مايو من العام 94 أعلن الرئيس علي سالم البيض فك الارتباط، ومنذ ذلك اليوم أصبح الجنوب واقعا تحت الاحتلال المتكامل الأركان، ومن يومها وشعبنا يقاوم ويرفض، وشكلت حركات مقاومة حسم وحسم، وكانت تجري العديد من العمليات التي تستهدف الجيش اليمني في مناطق مختلفة في الجنوب. في العام 2007 انطلق الحراك الجنوبي قبل أن توجد الإمارات وقبل أن تتواجد المملكة العربية السعودية والتحالف العربي، وفي عز نظام الاحتلال اليمني واجهه الجنوبيون. في العام 2011 قامت ثورة الشباب، كانت في بدايتها ثورة نقية، وقف الجنوبيون في البدء وساندوها، لكن حين سيطر عليها الأخوان بدأت عملية الاتفاق حول هذه الثورة، وتم تصوير خروج الجنوبيين في هذه الثورة على أنه قد تراجعوا عن مطالبهم بالاستقلال وفك الارتباط، وأنه مشكلتهم كانت فقط مع علي عبد الله صالح. رفض الحراك الجنوبي، والأخ مدرم هو واحد من أفراد الحراك والشباب ربما الذين كانوا سباقين في الخروج في داخل عدن وفي مدينة السواهي تحديدا،
وكان هناك رفض واضح لوجود المحاولات الالتفاف على مطالب شعب الجنوب. جاء مؤتمر الحوار ورفضه الجنوبيون رفضا مطلقا. قامت السلطات القائمه وجاءت بمجموعه من الاشخاص التابعين لها بينهم وزراء في الحكومه ليتحدثوا باسم الجنوب، واخرجت هناك محاوله تزييف الاراده الجنوبيه والقلوب بالاقاليم السته، رفضها الجنوبيون في اكثر من 18 من 3 مليونيات. لذلك حين قامت الحرب في عام 2015 خرج الجنوبيون وهم يحملون علم الجنوب، رفضوا القتال حتى وهم يقاتلون في مناطق عمق الشمال في داخل الحديدة وفي داخل صعدة وفي فعز وفي الآن في عمق محافظة إبا اليمنية، رفضوا أن يقاتلوا تحت علم الشرعية ولا تحت إدارتها، ظلوا يقاتلون باسم الجيش الجنوبي والمقاومة الجنوبية وتحت راية علم الجنوب. لذلك شعب كهذا شعب جبار صبر وتحمل كل أساليب الامتهان والتعذيب والقهر والحرمان والتجويع، وحمل قضيته وحمل الأبطال أرواحهم على أكفهم. من الصعب أن يأتي في يوم من الأيام من يمكن أن يستخدمه كورقة لتمرير أهداف وغايات سياسية. الأشقاء الإماراتيون كما قال الأستاذ المجيدي هم جاءوا بنا على دعوة مثلهم من المملكة العربية السعودية قادة التحالف، جاءوا على دعوة الرئيس عبد الله منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن، وشاركوا في هذه الحرب بنية إعادة الشرعية إلى صنعاء. الجنوبيون حين شاركوا بنية تحرير أرضهم، وحين شاركوا في عمق الشمال شاركوا من باب المساهمة في إطار المشروع العربي وليس من أجل التحقيق أو إعادة ترسيخ الاحتلال الجاثم على أرضهم. شكرا لك. اليوم منظمة التحالف العربي نحن ننظر إليها بأنها تكمن في إعادة هذا التحالف بإعادة الشرعية اليمنية إلى صنعاء، أما الجنوب فهو أصبح محرر وبيد أبنائه. لكن أن تقوم هذه الشرعية أو أن تسعى لأن تستعود إلى عدن بعد أن تم طرد الاحتلال منه فهذا أمر مرفوض ولا يمكن لأي قوة مهما كان. وضحت النقطة أيضا. شكرا لك سيد منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بعودة أيضا أخيرة إليك سيد مدرم أبو سراج، يعني في سياق كل ما تقدم، في سياق أحاديث تقارير سابقة لمثلا أسوشيتد بريس تتحدث على أن 250 من عناصر القاعدة ضمنتهم الإمارات في إطار ميليشيات الحزام الأمني التي أسستها في عدة محافظات جنوبية، ما الذي تقرأه لي يعني مستقبل المحافظات الجنوبية خلال الأيام القادمة أو الفترة القادمة؟ الارتباط الإمارات العربية بالقاعدة ليس هي وليدة اليوم هذا، وليس هو ب 250 أو 1000 أو شيء، فقد وردت هذا الارتباط باتفاقات كانت ما بين القاعدة وما بين الإمارات العربية المتحدة حينما كانت القاعدة مسيطرة على مدينة المقلة، وتم خروج القاعدة من مدينة المقلة مقابل دخول النخبة الحضرمية في ذلك الوقت، وقد مارست كل شيء عملية ضرب هنا وضرب هنا دون أدنى أي خسائر مقابل أن تنسحب القاعدة، تنسحب بأفرادها، تنسحب بعتادها، وقد تم تقديم لها قرابة يقوله 2 أو 3 مليار درهم إماراتي، وهذا معلوم حتى من الاستخبارات الأمريكية والتقارير الدولية أشارت له. ونفس الشيء حينما كان في عدن هنا وما كانت القاعدة مسيطرة تم عملية التسليم والاستسلام. الذين يشهد القاعدة وداعش حينما دارت القتال في سوريا في حلب كيف دكت حلب عن بكرة أبيها، وعندما دارت المعارك في الموصل كيف دكت الموصل عن بكرة أبيها، لم يتم تسليم السلام بل كان قتال الرجال للرجال والشبان للشبان. ولكن ما هو يدور عندنا بعدين كانت هي عدن والمقلة كانت هي عملية تسليم والسلام، وكان الأمر موجود القاعدة حينما كانت المعارك تدار في عدن في رمضان 2015 مع الحوثي تم تسليم المقلة عمدا للقاعدة لكي لا يسيطر عليها الحراك الجنوبي، ويبدأ من المقلة لبناء اللبنات الأولى لدولته. يعني تسليم القاعدة والسلام من القاعدة كلها عملية مفبركة، هي عملية
التحالف العربي والجميعي شهد والتقارير شهد. وما أريد أن ألفت انتباهكم إنه تغريدة ما يسمى الشيخ هاني بن بريك هي للفت الأنظار. الشيخ هاني بن بريك لم يستطيع أن العودة إلى عاصمة التي يتحدث عنها. حينما يغرد يغرد من الخارج، وحينما يتحدث يتحدث من الخارج. كله كان الأكثر في إذا كان يملك القرار هو الوطني، قراره الجهادي، بما فيهم حتى اللواء عيدروس الزبيدي. لماذا لا يعودون من بلاد إلى وطنهم؟ لماذا لا يعودون هنا إلى عدن ويقودون المعارك بأيديهم؟ لكن هم هناك لا يستطيعون، لا يملكون قرارهم الشخصي. والتغريدة هاني بن بريك هي من أجل إيش؟ هي من أجل لفت الانتباه. وللأسف الإعلام يستلقف هذا ويعطيه أكبر من حجمه. أنا الإعلام المحلي يعني اليمني والجنوبي والإعلام العربي أن يتجاهلوا، سيدرك حينها الحجم الحقيقي الذي يمثله هاني بن بريك، ليس أكثر من قائد كمية توزيع الدجاج. تم الانتباه وكل تغريدة وشد الانتباه لها تعطوه حجم أكبر منه. وضحت النقطة. إذن شكرا لك نائب رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري سيد مدرم أبو سراج، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. الشكر أيضا موصول لك سيد عبد العزيز المجيد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر السكايب. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في أمان الله.